حاجه خويا من غسالات كوفيد ان شاء الله. اول حاجه هي المهم نشد الدبلوم ديالي اللي انا كنحلم به شحال هادي هو اللي في الهلال الاحمر المغربي. وثاني حاجه ان شاء الله هو كنبغي واحد البنت بزاف وكتبغيني بزاف وموعد الزواج ان شاء الله نكمل الله غادي نتزوج بها ان شاء الله. ما كاينش على اساس المهم 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 نتزوج بها وصافي واخا ما يكونش عارف ولا ما يكونش عارف. اخويا بغينا حلونا التيران اخويا بغينا توحشنا البلبلات توحشنا الماتشات اخويا هادشي اللي كنتمناو اخويا حلونا التيرانات بغينا نبلبلوها نرونوها احنا كنتسناو اخويا حلونا التيرانات وصافي هادشي اللي كاين اخويا. ان شاء الله لا ترفع لنا الوباء انا جو سوي روتريتي ما نقدرش نشوف المغرب بلادي الجميله كامله حيت ديجا شفت انا واحد ازيلال ازيلال شلالات شفت مرزوقه انا واحد طنطان ما نكرهش نشوف بلادي حسن ليا ونتمنى الله يبعد هذا الوباء على الامه العربيه كامله هادشي اللي كنتمنى ونتمنوا على الله يرفع علينا بعد هذا الوباء وملي غيترفع هذا الوباء كاين بزاف الامور اللي ما قدرناش نديروها في هذا الحجر الصحي زياره الابناء ديالنا والابناء ديالنا يزورونا واكثريه الناس اللي في الخارج الناس اللي في الهجره اللي توحشوا والديهم ووالديهم توحشوهم وكاين هنايا في البلاد كاين عاوتاني حتى هنايا راه كان السفر كان محظور على الناس في المناطق اللي الوالدين وداك الشيء وهذا المشكل ديال الحفلات والاعراس هما تحرمنا منهم وكما قالوا بعض الناس كاين اللي بغى يمشي غير للحمام خويا بغيت شي تيران انا صافي شي توحش واحد دونور اجواء ديال دونور الرجاء بالبالا صافي شي توحش انا نتمنى هادشي يدوز اخويا ان شاء الله نرجعوا للتيرانات ونرجعوا نسيبورتيو الفرقه ديالنا صافي شي اللي بغينا وان شاء الله فاش ترفع حاله الطوارئ النهار 4 ونسافروا نضربها باش تسافر ان شاء الله حتى حنا نكتشفوا المغرب نطلعوا الافران نشوفوا الثلوج ان شاء الله نزوروا بلاصه الثلوج هذه هي الامنيه ديالي فاش ترفع الحاجه كيعجبوني تسافر مشيت لطنجه مشيت للصحراء مشيت للشمال قشور الشاون يعني طنجه السارسه كامله انا اللي تنشجع مواطن المغرب تنشجع على السياحه الداخليه يسافر يكتشفوا يعني بنادم ابار ما يمشي لتركيا سافرها لبلاده يعني حتى حنا محتاجين لهذوك اللي يمشيو لتركيا وعندنا يعني حتى حنا عندنا مناظر اللي تشاف وعندنا بزاف ديال الحوايج بصراحه حتى واحد ما كره انه هذا الوباء يرفع علينا نسال الله عز وجل يعني يلطف بينا يرفع علينا هذا الوباء لان بنادم عانى بزاف دابا كتبغي تسافر مثلا كتبقى تفكر كي غادي دير وهذا يعني بنادم الله يحسن العوان انا مني وجبد عندي بزاف ما يدار صراحه بغيت نخدم بغيت بزاف واخا الحمد لله دابا انا خدام ولكن ما خدامش بواحد الراحه التامه فهمتي مولف انا كنمشي لسميتو كنتنقل بزاف كنمشي لسميتو على حساب كندير هادشي ديال المهم واحد الخدمه المهم كنخدم فيها بحال هكا المهم التجاره وهذاك الشيء كنبغي نسافر وكنبغي هذا يعني من مارس تقريبا ما نقدر نقول لك حدي كازا والرباط ما عمرني مازال فت هاد جوج المدن وكازا والرباط وشوف بعض المرات كتسافري في التران بحال هكا بزاف وكاين المسكين اللي حتى ما عمرو خرج من دارو وكنتمنى من الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء هذا هو المطلوب غير باش لان كتشوف مثلا بحال هكا صح اسمها ريشان وهذا كانت الدنيا عامره وكذا وكانت الوقت كان رواج وبنادم خدام وهذا